ما يعرفش يساعد مراته ابدا. ايه ده، مين اللي كان رججها؟ محمد على فكره تصدق دي انفجر. هو ده المقلب يا ولادي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم جدا وبشكركم جدا على استقبالكم لنوعية فيديوهاتنا الجديدة، وادعوا لي ان انا اقدر استمر واقنع الشيف لان دماغه كلها شغل في شغل، مش عارفة اجيبه شمال ولا يمين، بس هحاول عشان خاطركم. احنا عندنا طاقة كوميديا كبيرة جدا عايزين نطلعها لكم النهاردة. يعني انا التصوير ده النهاردة يوم الاربع الساعة 1 بالليل، يعني المفروض صباح الخميس. انا من يوم ما جبت المطبخ يوم الاحد الريان وانا كل يوم عندي كارثه في المطبخ. والله النهارده الكارثه بتاعتي كانت السباكه، الراجل بيركب لي الفيشه بتاعه الكهرباء ضرب ماسوره الميه بالشنيور، تمام. فطبعا المطبخ زي ما انتم شايفين كده، الغساله طالعه بره والحوض اتكسر اهو، حاطين فيه جردل الميه عشان نثبته، والدنيا يعني الحمد لله رب العالمين. فانا مش هنعرف نعمل طبخ النهارده، هسيبه قاعد ساكت كده ماسك الكتب بتاعته من الصبح ونازل قرايه. طب ساعدني، طب اقف معايا، مفيش. هعمل فيه حته دي المقلب يطلع من عينه والله، بس قولوا يا رب يطلع حلو. احنا حضرنا الصندوق ونعمل مقلب ايش في الصندوق، بس يا ترى هنحط للشيف ايه؟ يلا تعالوا نشوفه الاول، هيرضى يلعب المقلب ده ولا لا؟ تعالى يا محمد. يا محمود يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب رحيم، ابعد مأتك وغضبك يا رب، النبي يا رب جيب العواقب سليمة يا رب، لا تدخلني عتب الده ولا عتب الده، النبي يا رب تطلعني من دار البلا بلا بلا. كل ده ليه يا ابني؟ شفت عفريت؟ صباح العسل. في ايه؟ ده انا جاي اقول لك على فكرة حلوة والله. انا راجل غلبان وعايز اعيش. انا عارفه ان انت غلبان وعايز تعيش، وعشان تعيش في البيت ده ادي الكتاب افهمان. طب اقول بس اقول قولي بقى، عشان تعيش في البيت ده غلبان وماشي جنب الحيط زي ما انت غلبان وماشي جنب الحيط كده، حبه فكاهه كده، حبه تعاون، وانا مش رزق اي حاجه. مش رزق مين بس يا عم محمود؟ بص يا باشا، اعمل لنا شاي بلبن الاول. هعمل لك شاي بلبن بس بعد ما نخلص اللعبه. ها دي اللعبه اللي انت كنت بتقولي عليها. في لعبه اسمها ايش في الصندوق. اه هي بتعتمد على ذكائك. طب ليه بنقول ايش في الصندوق؟ ليه ما نقولش ايه اللي في الصندوق؟ ايه اللي في الصندوق؟ اه اللغه بتاعتنا المصريه. ماشي، هي اللعبه اسمها كده، ايه اللي في الصندوق. حلو جدا. هنربط عينك. هنعمل ايه؟ نربط عيني. نربط عينك. هتعموني. وتحطوا حاجه ورا. وانا حط لك بسكوتايه كده حاجه حلوه، واللي تكسبه هتاكله وتشربه. خلاص ماشي. ايه رايك؟ طب افرضوا حطيتوا حاجه فيها يعني انت ورزقك زي اكل الصينيين، حطيتوا لي صرصار ما تاكلوش. على راي امي كانك بتاكلي صرصار يا ابني. اتفقنا؟ ماشي. مفيش رهان. ده هيبسط الناس؟ ما انا هقول لك بس. هيبسط الناس وهيبسطوا؟ انا موافق. انا هقول لك. هم خمس حاجات، حاجه ورا حاجه، اوكي؟ بسرعه كده. بتقولي مفيش ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش رهان. يا عم مبروك، الرهان حلال ولا حرام؟ طيب واذا انت قلتهم كلهم صح ليك مكافاه. ايه هي؟ كوبايه شاي بحري. وانا موافق. حلو قوي، يلا نبدا. يلا غمض عينك. طب انت هتحطي لي ايه في الصندوق؟ ليه يا حلو؟ انا هقول لك ولا ايه؟ والله العظيم ما هقول لك. جماعه قسما بالله العظيم، قسما بالله، وانت عارفين بدون حلفان، انا ما اعرف هي هتحط لي ايه، عشان اللي بيتفرج. لا انا مش محتاجه. دول كام؟ مليون. دول كام؟ اللي بيتفرج دول كام؟ يبقوا اثنين. طب وده كام؟ اكيد خمسه. وريني، حط ايدك جوه الصندوق كده عشان اللي بيتفرج. احنا عندنا مصداقيه في كل طيب حاجه. طيب ان شاء الله. لو الصندوق طيب اوكي. يا مساء، هو انتوا كل صنف هتحطوها تاخدوا الوقت ده؟ تقدر بقى تشيل العصابه. اشيل اللي على عيني؟ لا ما تشيلش العصابه زي ما هو كده كده مش هشوف ايه اللي في الصندوق ده. الملمس. الملمس ده بيقول ان هو فلوس. هو بيقول انه فلوس، لكن ملمس الورقه مش فلوس. ده ورق عادي. المفروض ان اطلعه بره الكلام ده؟ لا زي ما هو جوه، وقول ده ايه وده ايه. لما تعرف تقول اخر كلام. ده ملمس فلوس وحجم فلوس.
واللي هنا ده ورق. ايوه يعني ايه اللي في ايدك؟ زي ورق نتيجه. ايوه يعني ايه اللي في إيه؟ اللي في اليمين ده ورق. ايوه. اللي في الشمال ده فلوس. اكيد اخر كلام. ده ملمس فلوس ما انساهاش. اخر كلام عشان هنسحبهم. لا قبل ما تسحبهم لو عرفت الفلوس كام هتاخدهم. لا اعز شيء عندي في حياتي هو في ايدي الشمال. وقع في ايدي الشمال. لو عرفت الورقه دي بكام هتاخدها؟ هتاخدها. حاضر هحاول. دي ورقه جامده على فكره خلي بالك. لا لا دي مش 200 جنيه ولا 100 جنيه. 100 جنيه بتبقى ناعمه وبترقع. انت خبير بقى. 200 جنيه 200 جنيه بتبقى كبيره. ال 50 جنيه خشنه ودم امها رخم. بس ولا دي مش 20 لكن دي 50. ها اخر كلام. اخر كلام. 50. وده ورق. طب طلع ايدك بقى. طلع ايدك بسرعه عشان تشوفهم. يلا شوف. عمي عينيك. عمي عينيك. اشوف ايه ولا ايه؟ شوف. ايوه خلاص شوف. فين؟ جوه الصندوق. طلعهم خلاص يا عم. طب ما تساعدوه وتطلعوه. طب ما تطلعوهم. ايوه كنت هقول 10 والله لكن كلامي صح. ورق نتيجه ورق فلوس. لا بس كده. لا بس مش هتاخدها. خلاص انا مش هاخدها ولكن لا في فرصه. كلامك صح. يلا في فرصه. غمي تاني بقى. انا مش شايف بروبلم. لكن انا نجحت في اول حاجه. ايوه صح. انا نجحت. انا شطان اقسم بالله. جماعة والله العظيم دي فكرة محمد مش فكرتي انا. تعال. سعيد. مستعد للخطوة اللي جاية ان شاء الله. دخل ايدك في الصندوق. بس العشرة جنيه الفلوس دي كانت حقي لان انا قلت. لا 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 مش حقك. انت قلت دي 50 ولا 20. قولوا لي انتوا بقى المشاهدين والله ما شايف الحق اللي يمشي ولا الزور. الزور طبعا. الزور اللي يمشي. لا ماشي. ماشي يا عم عادل يا ادهم. الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ دخل ايدك. طب بس انا دخل ايدك في الصندوق. انا عندي فكره جميله جدا 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 جدا. انتوا هتولعوا نار تحرقوني ولا لا يا حبيبي؟ نار ايه؟ حد يقدر يولع نار؟ ما بتعرقش. مؤمن يقول لك لا ولو حرقته يبقى مؤمن متصاب. يلا شوف ايه اللي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. لغايه دلوقتي مش لاقي حاجه. لا دور دور كويس. دور في الاركان كده. يا لهوي مش عارف يجيبهم ولا ايه. مفيش حاجه خالص. دور. في صهد ابتدى يجي على ايدي. ده ورقه محروقه وابتديت اطفيها بايدي. وده ورقه وده اقصى انواع الظلم. شوفوا بيعملوا الواد بيعمل ايه في ابوه والست بتعمل ايه. والله العظيم فكره ابنك ما فكره انا. حط ايدك في الصندوق يا محمود ودور. ده ملمس فاكهه او طماطمايه. مفيش حاجه اسمها قوي يا محمود. انجز. دي مش تفاحه دي طماطمايه. اخر كلام عشان لو غلط. دي طماطمايه. اخر كلام. ثواني. ممكن تكون فاكهه بايظه عادي. لا 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 انا ده انا راجل شيف. دي طماطميه عشان ليها ال. ممكن تكون كاكا. لا 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 دي طماطميه جلدتها تخينه. دي طماطميه كده. ابوك خد كام نقطه؟ 3 نقط. ده انت افكارك كلها زي وشك. بطرمان يا صلصه يا شوكولاته نوتيلا. لا ركز. ده بطرمان وده بطرمان صلصه. اخر كلام. صلصه. اقسم بالله انت مخاوي. لا ما هو فكر يا اما يا اما انت يا مدام هتجيب له طماطمها. قسما بالله لا ابدا. فراسه. وحياه ديني فراسه. ايه الفراسه؟ هات على الفراسه. هنا 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 جلد بتاع. انا عندي تفاح جوه في الثلاجه. لو تفاح هيبقى ده ناشف لما اضغط عليه. هو احنا بنشتري الطماطميه بعينينا ولا بالملمس؟ طب لا انا بشتري بعيني. لا انا بالملمس. ثانيين البق بتاعها اهو بحط فيه صباعي اهو. لو كان تفاحه ما فيهاش البق ده هيبقى ليها العين بتاعها. تصدق انا اللي غلطانه. كان المفروض ده بطرمان بذكائكوا جايبينه ساقع. لو كان البطرمان ده في درجه حراره الجو واحنا في الصيف ما كانش ابدا هيكون صلصه. لكن هو صلصه لان خايفين عليه وحاطينه لا يضرب. فبالتالي ده اكيد صلصه 100%. انت مخاوي. انت مخاوي. ايه تاني؟ طب اجيب لك ايه تاني كده؟ خلصنا ثلاثه. انا عرفت. ثلاثه. انا عرفت هنجيب ايه. محمود. ها؟ تعرف ايه ده من غير ما تفك الكيس من عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعرف ايه ده من غير ما افك الكيس؟ اكيد طبعا. ده الملمس بيقول هو شبيه للجبنه. ما تفكش الكيس. مش هفكه. ده شبيه للجبنه.
ولكن ده قطعة جبنة بنسبة عالية جدا انها قطعة جبنة. صح، هو قطعة جبنة. اوعى ايدك بقى. صح ولا ايه؟ ايه؟ خلاص هو قطعة جبنة، اوري لي المشاهدين. اشمعنى دي اللي فرحانة بيها قوي؟ افتح عيني ولا؟ افتح وخد قطمة. ملبن؟ لا انت قلت جبنة. ايوه. يلا خد قطمة. بس سبحان الله. ها؟ حلو قوي. فاضل لك اخر واحدة يا معلم. ادخل؟ تدخل فين؟ في الصندوق. ماشي، هي حاجة جوه طبق بقى. ماشي ولدي الهبلة، بيضة مكسورة كمان، هي دي اللي اخر حاجة هتبقى مفاجأة. لا دي مش بيضة، هتكسروا بيها ايدي. وبعدين ارتحتوا؟ هبطوا؟ الدنيا هديت معاكوا؟ ايه يا ابني انت بتغميني ولا بتعميني؟ حرام عليك. لا بالراحه، لا والله بالراحه، والله ما بهزر، بالراحه يا ولاد اللذينة. يلا عندك حاجه؟ ماما دول كام؟ دول كام؟ ماشي معاك. دول خمسه. ايه ده بابا شايفه؟ تعالى غمي تاني. اقسم بالله ما شايفه. ما دي ساعدت. والحاجه الاخيره انك نديكي اول حرف منها. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، ادي الحاجه اللي انا جايبها، هبدا لها هبدا. وده احنا اخر حاجه عايزين نديها دي، ان انا اقعد ارجعها 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 وانجعها، وده اللي هتقوم فاتحاها هتغرق روحها. طب يلا حمد توكلنا على الله. يلا بصي بقى، عشان انا راجل لطيف وظريف بنصور بنصور. طيب بص، انا عايزه اقول لك على حاجه والله العظيم قبل ما نبدا. اقسم برب العزه، لو حطيتوا لي حاجه مرعبه او حاجه تخوف زي الحاجات اللي بنشوفها، تعبان ولا الكلام ولا صرصار، اقسم برب العزه ما هكمل ولا هلعب. بس عايز اقول لك على حاجه، انا مش بتاع الكلام الفاضي ده. اخر كلام. يلا يا باشا حط ايدك في الصندوق. محمد نعم. وغلاوه امك عندك، حاطين لي ايه في الصندوق؟ فرخه. يلا والله العظيم ما حاجه مرعبه. انا بس كل اللي يهمني انا بخاف من الحشرات قسما بالله. ابدا. كان في صرصار شفته ماشي على الحيطه. لا لا والله العظيم ابدا. يلا حد من المشاهدين يغششني. طيب يا مساء. والله العظيم خايفه، اقسم بالله خايفه. والله ابدا. يلا انت حلفت بوالله يا مساء. انت حلفت بوالله. ايوه طبعا، انا هقلل نفسي عشان حتى الحمد لله. السوشيال ميديا بتاعتك دي كلها. استنى بقى، ده كيس مسموح افتحه؟ لا ثواني. لا هي دقيقة، شاطرة ديك أكتر من كده. خلاص عرفت. ها. ده مارشميلو. ماشي بجد؟ يا حاا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 ا
محمد مش عرفته صح تاخده. محمد ما تصورش. ماشي ماشي. لا استنى استنى بس ما نخش على اللي بعده ممنوع دلوقتي. اه ها يا مسهل ادم صوت كيس مش هخاف. لا دي معروفه دي ده انا بعشقه ويا ما جبته. اه انت لا لا مش كيس كشري. ها 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 لا لا دخلي ايدك جوه الصندوق يا ماما وبفتكر. استنى رجع الذاكره البتاع اللي كنا بنجيبه لجدك وهو عيان وكان على طول يغلبني. لا استنى استنى مولت بس خالص الصندوق باص. طب معلش حاجه عليا مولت ليه بتسيبه عليك؟ طب سيبه هتعشى بيه. شكلك وحش قوي. مش مشكله يا حماده احنا لازم نسهلها اول مره وتاني مره وتالت مره بالله عليك. بالنص يا ام الحلقات الحلوه دي. بالنص 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 هغششك هغششك. لا عايزين بص انا بحب الصراحه اللي هيتفرج علينا دلوقتي يبقى احنا ما بنضحكش عليه. يا اسكى ما خلق ربنا جابلها اكتر حاجه بتحبها. ايوه نوعه ايه؟ لا ما انا مش هعرف بس هقول لك نوعه ايه. استنى يا حبيبي استنى استنى. هو انت بما انك جوزي وعارف ان انا عندي السكر اكيد ده بسكوت دايت. حلو ماشي بالامانه والله العظيم ماشي. قول والله والله دايت. يا لهوي افتح طب اشوفه بعيني اشوفه. كان لازم اديها التلاته سهلين جدا عشان اقدر اديها المقلب في الاتنين الاخرين. ليكوا في التسويق صح. نايم اللي قدامك ولبه. دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالى يا محمد صابوني سيلفي. لا هنا 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 اهو ده ايه؟
لا ده حرام بيحرق اليد. صابون السائل فاكر شفته فين؟ ثواني ده انا في ما عندناش الوان. مش عارف نحط لها ايه؟ احمر لو حطينا بطاس حرام. لا تعالى لي بقى. طب ممكن نحط بقيه البيضه اللي خليها حطها. تنزل تلغمط. لا لا هنخش على رابع حاجه. انت برافو عليكي في اللي فات كله والله. بما ان منتجاتنا كلها من السوبر ماركت هتقدري تمدي ايدك وتعرفينا ده ايه؟ مش قادره مش مستريحه لكم انتوا الاثنين. اصول اللعبه ولازم نكملها. اقسم بالله ما مستريحه والله. لا في حشرات ولا حيوانات ولا حاجه. الواد حسبي الله عليه كان بيولع في ابوه بورقه ما يعمل فمه ايه؟ لا والله انا كفيت ابوه اللي مدلعه ومهنيه مولع فيه بورقه، امال انا اللي مكربجاه كل شويه هيعمل في ايه؟ محمد باخد حقي بقى. وحياه اغلى حاجه عندك. مش سايب انا العب ببجي لنص ساعه على بعديها خلاص باخد حقي. انا اقسم بالله العظيم اتهديت طول النهار في المطبخ. ابوكوا حاطط لي ايه في الصندوق؟ يلا حاطط لك حاجه من السوبر ماركت. والله والله كله من السوبر ماركت. عيب عليك دي بولت شوربه. فيها ايه محمد؟ لا ما تشربيش. فيها ايه؟ تاكليها مع كيس الكشري. على العموم مش خايفه دمبوله. لا بايدك يا ماما وتنزلي تعرفي لنا الملمس ده ايه. يا خفه صابون مواعين. خد يا بس بحيات اغلى حاجه في رحمه ابوك يا شيخ. هو ده ذكاء منك انك تجيب لي ست بيت صابون مواعين دلوقتي يا حنان؟ اخر حاجه هنديها لك دلوقتي والله العظيم. والله وجعتني من كتر الرفض. طيب والله العظيم احنا قدمنا لك حاجات من السوبر ماركت. بأمرت الصابون. لا والله دي حاجه ولو ربنا كرم وحاجه انت بتحبيها قوي وعجبتك قسما بالله هتفتحيها قصاد المشاهدين وتشربيها على طول. وانا راجل محترم اقسم بالله ان انا راجل محترم وجبتها لك. انا عايز اقول لكم حاجه. انتوا سامعين الشيف الطيبه اللي هو فيه بيقول لي ايه؟ يلا بس بسرعه يلا يا حبيبي. والله اصل يعني ده ايه؟ كنز سفن اللي انا بعشقه. طلعيها بقى واشربيها مننا ليكي وري المشاهدين وانت مغمضه وتشربيها. ورينا ازاي تقدري تفتحيها وتشربيها وانت مغمضه. ده حبيبتي. استني افتحها لك يا حبيبتي. استني حبيبتي هساعدك يا روح. انا هفتح انا. استني واحد ما يعرفش يساعد مراته ابدا. يا ولد ايه ده مين اللي كان رججها؟ محمد على فكره تصدق مؤامرة. كلكم خونة. أنا هنتقم منكم يا جيوش العالم. الحقوني. يا ولاد الذين هو ده المقلب يا ولاد. لازم أبيت اللي قدامي. سكته سكته سكته. أنا بتولعوا فيا. أنت ما تعرفوش إن السب بتقفل المية. أنا بتوع. يعني أنا كده حسبي الله. هاتي ياض اسقيها مين دي بخمسة جنيه. فكوني. امسكي خدي الساعة. مين اللي عمل كده؟ ابنك. تفكير ابنك الشيطان. هو كل حاجة بقت تفكيري. حسبي الله يا شيخ. مش هين على قلبي ادعيها عليك. الهي تقع في برميل بيبسي يا بعيد كده. ده شاشة اتغرقت وكل حاجة اتغرقت. طب هات انت كمان بتشربي. اوعى ان شاء الله. مش مسامحك وانت بتشربيها. وانا مش مسامحك عشان استخسرتيها فيا. خدي معاه بق صابون يا بنت. بلاعي بلاعي يا بنت. هو ده اللي ربنا قدرك عليه تعمله في مراتك. وانا بتولعي في جوزك. ابنك والله. وانا بتولعي في جوزك والله العظيم. قولي لابنك ايه؟ بربي تربيه عيد. لا ده ابوك اللي شيء عشان المفروض انت المربي الفاضل. فاضل منين حته مش عارف. طب انا حمتك بدي بيتها لك ونازل اجيبها لك والله من السوبر ماركت مخصوص. وجايب لي حاجات سهله بسهله بسهله ومبينه. بص اتعلمي حاجه. قال وانا خايفه من الحشرات. ده انت الحشرات. المثل بيقول لك ايه؟ اللي دلوقتي انا هعمل ايه طيب؟ ان لم تعيش ذئبا لاكلتك الذئاب. مفيش ميه مفيش ميه والله. السباكه هتنامي يا ماما ملزقه كده طول الليل وهيتلم عليك النمل ياكلك. يكون عشان انا بسبوسه. لو عجبكم الفيديو عايزين 100,000 لايك. ايه؟ ايه الطمع ده؟ طب قول 10,000 لايك. حبايبي يعني. لو عجبكم الفيديو و مش عارفه اقول لكم ايه وادعوا لي الاقي حتى جرد الميه على جنب اشطف بيه. لايك لايك لايك. اوعى تنسوا اللايك. السلام عليكم.